الجمعة في السجادة الحمراء. ما تقدرش تقول عليه مثلاً ممثل ولا ملحن ولا لعيب كورة، بس لقاء خاص مع النجم أحمد صلاح حسني. اتعلمت إيه في أوضة لبس النادي الأهلي؟ لعيب، لعبت للنادي الأهلي ودي حاجة شرفتني، بس أنا أهلاوي أباً عن جداً. ولأول مرة نقترب منه بلا أسوار. في شلالية في الفن ولا ما فيش شلالية في الفن؟ الرزق بتاع ربنا. حوار بلا خطوط حمراء على السجادة الحمراء. عيطت في أوضة اللبس؟ تعلقي بالأهلي كان إيموشنال، يعني كان هو ده العاطفة. الضربة اللي وجعتك في حياتك؟ ده وارد وده بيحصل. طب أول حرف من اسمه؟ لا يمكن، لا يمكن. ما أقدرش. السجادة الحمراء الجمعة الساعة 10 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.